وبشأن التظاهرات التي خرجت اليوم في العراق وما زالت مستمرة، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد المتحدثة الرسمية باسم نقابة المحامين في العراق السيدة علياء الحسيني. أستاذة علياء، مرحبا بكم. بصفتكم المتحدثة باسم نقابة المحامين، ما هو موقف النقابة من التظاهرات التي تعم البلاد الآن؟ بالحقيقة نقابة لا يخفى دورها الوطني الكبير عبر تاريخها، فهي من أكثر النقابات الوطنية التي خرج منها القادة لنحكم العراق حكما وطنيا نزيها. اليوم نقابة المحامين عملت وقفة تضامنية لمؤازرة مطالب الشعب العراقي، ومن جانب آخر حضرها العشرات من المحامين من بغداد ومن المحافظات، وكان السيد النقيب وجه كلمة عبر وسائل الإعلام للمحامين بصورة عامة والشعب العراقي بضرورة أن يكون أن تسمع هذه المطالب، وأن يتعامل أو تتعامل القوات الأمنية تعاملا يليق بالمواطن العراقي، كون حق التظاهر حق دستوري نصت عليه مادة 28 الدستور. في نفس الوقت نقيب المحامين وجه لتشكيل لجنة فريق خاص للدفاع عن حقوق الأشخاص الذين تعرضوا، خريجين حملة الشهادات العليا. عندنا لجنة بالنقابة، لجنة حقوق الإنسان، شكلت فريق، والفريق بيستلم شكاوى من الخريجين أو من المتظاهرين الذين قمعت مظاهرتهم في الأسبوع الماضي. ونحن الآن بصدد إقامة شكاوى على القوات الأمنية التي اعترضت تظاهرهم في الأسبوع الماضي. أستاذ علياء، هناك أنباء متواترة تفيد عن خروج تظاهرة من النقابة باتجاه ساحة التحرير، نريد أن نعرف منكم متى ستنطلق ومدى تفاعل المحامين معها؟ طبعا احنا استقبلنا مناشدات كثيرة من الزملاء عبر الاتصال، وعبر اليوم كان ضغط كبير على السيد النقيب لأن تخرج مظاهرة كبيرة من كل أنحاء العراق تتوجه من النقابة إلى ساحة التحرير، لكن السيد النقيب متريث لحد الآن، والكلم اليوم كلمة أشار لهذا الموضوع أنه إحنا مساندين لمطالب الشعب العراقي، وإحنا معهم، إحنا جهة قانونية رصينة، ونحن معهم وسنأخذ حق أي شخص تعرض لأي انتهاك بالمظاهرة، كون المظاهرات السلمية حق دستوري، وهو مع مطالب الشعب العراقي، لكن لم تخرج مظاهرة من النقابة لحد الآن. أستاذ علياء، هل حددت نقابتكم لجنة ربما تكون فاعلة مع المتظاهرين الذين تقع عليهم انتهاكات في الغالب أثناء التظاهرات؟ شكلنا فريق من لجنة حقوق الإنسان في النقابة، لدينا لجنة مهمة وقوية في النقابة لجنة حقوق الإنسان، واللجنة من يوم الأحد تستقبل شكاوى من حملة الشهادات العليا بالتحديد للنقابة لإقامة شكاوى. نعم أستاذ علياء، آسف للمقاطعة، ولكن هناك خبر عاجل وردنا الآن، وكما هو واضح على الشاشة إصابات وحالات اختناق بين المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد بعد استخدام القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كيف تعلقين على هذا الخبر العاجل أستاذ علياء؟ طبعا احنا نعرف انه هذه المظاهرة سلمية لم ترفع بها أي أسلحة أو أي هتافات يعني تتحرض على العنف، يعني القوات الأمنية كان المفروض تمتص غضب الشارع العراقي، وتحق المفروض من الجهات الحكومية ومن المسؤولين أنه يستمعون لمطالب الشعب العراقي، يعني الناس شو تريد طالعة؟ تريد عيشة مال أوادم، ما رايدين حكم ولا رايدين سلطة ولا يعني أبسط حق العمل هو حق دستوري كفلة دستور 2005، بيطلبون عمل، بيطلبون فرص عمل، خليهم يستمعوا لهم بدل من هذا القمع، هذا القمع انتهاك لحق دستوري. انتهاك لحقوق الانسان طبعا، واحنا مع المتظاهرين، واللي يلجا للنقابه راح تاخذ حقها ان شاء الله. استاذ علياء، هناك من يدعو الى اعتصام مفتوح، هل تؤيد النقابه هذا التوجه؟ طبعا احنا مع سيد النقيب اليوم ذكر وهو رجل وطني وتاريخه وطني ومعروف استاذ ضياء السعد. نعم. قال بالحرف الواحد انا مع مطالب شعبي، وانا مساند ومؤازر لمطالب الشعب العراقي الدستوريه والسلميه. نعم، من بغداد المتحدثة الرسمية باسم نقابة المحامين في العراق علياء الحسيني، شكرا جزيلا لك.